بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس القواعد النحوية. درس اليوم بعنوان أدوات النفي. سنتعرف من خلال درس اليوم على بعض أدوات النفي وكيفية استخدامها. من أدوات النفي التي سنتعرف عليها في هذا الدرس لم ولن ولا، ولكل أداة من هذه الأدوات استعمالها. بالنسبة لأداة النفي لم، فهي تدخل على الفعل المضارع فتفيد نفي الحدث في الماضي، أي أن الفعل بعدها يكون مضارعا لكنها حين تدخل عليه تفيد نفيه في زمن الماضي. مثال ذلك قولنا لم يحضر صديقي بالأمس. نلاحظ هنا أن عدم حضور الصديق كان بالأمس، أي في زمن الماضي. وكذلك في قولنا لم أتغيب عن المدرسة الأسبوع الماضي، نلاحظ أن كلمة لم نفت غياب التلميذ عن المدرسة في الأسبوع الماضي، أي في الزمن الماضي. الأداة الثانية هي لن، ولن أداة نفي تدخل على الفعل المضارع فتفيد نفي الحدث في المستقبل، أي أنها تحول معنى الفعل المضارع من الحاضر إلى المستقبل. مثال ذلك قولنا لن يحضر صديقي غدا. نلاحظ أن كلمة لن نفت حضور الصديق في الزمن المستقبل، ودل على ذلك كلمة غدا. وكذلك في قولنا لن أتغيب عن المدرسة الأسبوع القادم، نلاحظ أن كلمة لن نفت غياب التلميذ عن المدرسة في زمن المستقبل، ودل على ذلك قولنا الأسبوع القادم. أما بالنسبة لأداة النفي لا، فهي أداة نفي تدخل على الاسم والفعل فتنفي أي منهما، فهي ليست مختصة بالفعل فقط مثل لم ولن، وإنما تدخل على الاسم والفعل. ومثال ذلك قولنا لا يدخل الجنة قاطع رحم. نلاحظ أن كلمة لا دخلت على الفعل المضارع يدخل، ونفت دخول الجنة لقاطع الرحم. وكذلك في قولنا لا مفر من قضاء الله، نلاحظ أن كلمة لا دخلت على كلمة مفر، أي مهرب، وهي اسم، وقد نفت حدوث الاسم، أي نفت الهروب من قضاء الله عز وجل. وهنا أبنائي وبناتي لابد أن نميز بين لا النافية ولا الناهية. وللتمييز بينهما نقول أن لا النافية فيها إنكار لحدوث الفعل، أي أننا ننكر حدوث ذلك الفعل الذي يأتي بعدها. مثال ذلك قولنا صالح لا يكذب. نلاحظ في هذا المثال أننا ننفي صفة الكذب عن صالح وننكر اتصافه بها. أما لا الناهية ففيها طلب ترك القيام بالفعل الذي يأتي بعدها، ومثال ذلك قولنا يا صالح لا تكذب. نلاحظ في هذا المثال أننا ننهى صالح عن الكذب، أي نطلب منه ترك الكذب. ولذلك نقول أن لا في هذا المثال لا الناهية. والآن أبنائي وبناتي مع تدريبات على النفي. التدريب الأول، ضع أداة النفي المناسبة مكان النقط حول ولا قوة إلا بالله. نلاحظ أبنائي وبناتي أن كلمة حول اسم، ولذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المثال الثاني، أنثى التمساح نقط تلد بل تبيض. نلاحظ أن كلمة تلد فعل مضارع، وأن المطلوب نفي الفعل في الماضي وفي المستقبل، أي نقول لا تلد بل تبيض، فهي لم تلد في الماضي ولن تلد في المستقبل، إذن فالأصلح للاستخدام هو كلمة لا. المثال التالي، نقط أقابل صديق اليوم. نلاحظ أن الجملة تحتاج إلى نفي الحدث في الماضي، ولذلك نستخدم الأداة لم، فنقول لم أقابل صديق اليوم. أما في قولنا أنام متأخرا بعد اليوم، فنلاحظ أن كلمة بعد دلت على المستقبل، ولذلك نقول لن أنام متأخرا بعد اليوم. التدريب الثاني، صل الجملة بالأسلوب المناسب. الجملة الأولى، ما أعظم خلق الله. نلاحظ أن الجملة بدأت بما، وهي أداة تعجب، وانتهت بعلامة التعجب، ولذلك نقول أنه أسلوب تعجب. الجملة الثانية، الصداقة كنز لا يفنى. نلاحظ أن كلمة لا جاء بعدها فعل مضارع وقد نفت حدوثه، ولذلك نقول أنه أسلوب نفي. هل فهمت الدرس؟ نلاحظ أن الجملة بدأت بهل، وهي أداة استفهام، وانتهت بعلامة استفهام، ولذلك نقول أنه أسلوب استفهام. لا تهمل دروسك. نلاحظ أن الجملة بدأت بلا،
وجاء بعدها فعل مضارع، وقد أفادت كلمة لا في الجملة النهي عن الإهمال، ولذلك نقول أنه أسلوب نهي. المثال الأخير: احرص على طاعة الله. نلاحظ أن الجملة بدأت بفعل أمر احرص وتدل على الطلب، ولذلك نقول أنه أسلوب أمر. والآن أبنائي وبناتي أترك لكم الإجابة على سؤال التدريب أسفل الفيديو المعروض على قناتنا التعليمية نفهم نتعلم ببساطة. اختر أداة النفي المناسبة مما بين القوسين. إلى هنا أبنائي وبناتي نكون وصلنا لنهاية درس اليوم. شكرا لكم، السلام عليكم.